قد يا إماما للحديث براحة، نعم الرجوع عد، فالقلوب تعطشت لسماع صوتك والخشوع. فإنني أتمنى أن أموت واقفا غرس المحبة وأن أناضل عن ديني فالقلب زاد ضياء إلى آخر لحظة. حدث حديث أئمة غرسوا المحبة في الضلوع فالقلب زاد ضياؤه وترقرقت منا الدموع. شعرت في هذه المدة التي مضت أنني بدون الدعوة لا أساوي شيئا، فأردت أن أستمتع بالحياة مرة أخرى، فجئت إلى هذا المكان لكي أقول كلاما أثبت به نفسي أولا، ثم أبث الثقة فيكم مرة أخرى وأقول إننا منصورون وأننا لن نغلب، حتى وإن كانت إمكاناتنا ضعيفة ما دام معنا إيمان راسخ. رغم التألم سيدي لا يعرف الليث الخضوع. عد يا إماما، عد يا إماما، نعم لسماع صوتك والخشوع. عد يا إماما للحديث براحة.